السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم سندي أول حد أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. بث جديد ولايف جديد، عايزة أقول لكم على شوية حاجات في البث العظيم ده. طبعا الدنيا بترخ بره وأنا بره والحمد لله. الأول طمنوني على الصوت تمام، لو ممكن أجي إزاي بقى كده يعني، ها تمام كده خلاص توكلنا على الله. شوفي كده ناحية الشمال ولا كده ناحية اليمين؟ معرفش، هو كده يمين عندي. تمام، أنا بس عشان ورانا ناس فأنا مش عايزة الناس تظهر، فهو ده أفضل كادر يعني. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلينا النهاردة داخلة معاكم بس كده نقول على شوية حاجات، هجاوب طبعا على الأسئلة وهدردش معاكم. والناس زعلانة، الناس اللي دخلوا الزوم امبارح كانوا عايزين يتكلموا صوت. طب يمين شوية، حاضر يمين شوية، خلينا يمين، ده أقصى اليمين، خلاص انتهينا. كانوا عايزين يخشوا يتكلموا صوت في الزوم. أنا إن شاء الله بإذن الله نوعدكم اللايفات الجاية أشوف الأوبشن إن أنا إزاي أدخلكم. عادي ممكن تخشوا صوت، ممكن تخشوا فيديوهات، بس خلينا حاليا في اللي انا بفهمه وبعرفه، وان شاء الله باذن الله المرات القادمه نبقى نتفق على ازاي ادخلكم معايا على البث المباشر. انا فاتحه لفش ارد عليكم، انا بتعاطف مع الستات ضد الرجاله، لا يا جار معرفش ايه، انا بقرا تركي، بقرا السي جي دلوقتي يعني خير. لا مش بتعاطف مع الستات ضد الرجاله، ولو شفت بقيه كل الحلقات انا بقسم الحلقه لنصين، نص بخاطب فيه الرجال ونص بخاطب فيه النساء. لما بتبقى النساء مظلومه بشيء انا بدافع عنها، لما بيبقى النساء مش جاي عليهم كده بدافع، لما يبقى الرجاله هم اللي مظلومين انا بقول. للاسف الشديد الفتره دي، ما عدا طبعا المجموعه اللي انا بقول لكم عليها، في مجموعه جميله جدا من الشباب اللي هو المقبل اصلا حاليا، اللهم بارك فكرهم وتفكيرهم وعن الزواج ومنظومه الزواج جميل. انا مبسوطه ان في شباب بيقوموا بالشكل الجميل ده، وبيقوموا بالحاجه بالوضع اللي انا شايفاه حاليا، ازاي يبقى زوج كويس، ازاي ان هو يتكلم مع زوجته بطريقه كويسه، ازاي يدير اموره، ازاي يحل مشاكله. ان شاء الله باذن الله قريبا هنعلن عن دوره هنا في اسطنبول للشباب والبنات للاثنين، ان شاء الله باذن الله برضو نفس الكلام. هحكي على ايه، انا عايز اقول لكم يعني العيال بقى حواليا، النهارده يوم صباح اجازه عندنا سبت وحد، فتلاقي الدنيا هيصه فتمام. الدورة اللي أنا بقول لكم عليها ديت إن شاء الله هتبقى في اسطنبول للحضور للناس، وإن شاء الله في الجزء اللي خاص الجزء الخاص بالناس اللي بره هنعمل لينك مشاركة للناس اللي هيشتركوا معانا، يخشوا معانا زوم ويبقى في حوارات فيديو والكلام ده. إن شاء الله تبقى محاضرة بسيطة وسهلة، كيفية حل المشاكل، كيفية الأمور، سواء هنعمل حاجة للزوجات وهنعمل حاجة للبنات، بحيث ان احنا يعني الناس تبقى تاخد اوبشن انها تحضر معايا اونلاين. انا مش عارفه يمين ازاي، يعني يمين كده مثلا، خلاص يا جماعه اهو خلاص عملت. ده اقصى حاجه بقى، خلاص كفايه كده. خليني اتكلم معاكم في الدردشه بتاعه النهارده، هسمع هجاوب على الاسئله اللي موجوده معانا دلوقتي على اللايف، اي حد هيبعت سؤال هجاوب عليه. عايزين اتواصل معاكي، بتخشوا على جروب الصفحة، بيطلع لكم رقم، ده رقم حجز الخاص، بيطلع لكم الأرقام التانية المجانية اللي بنجاوب عليها مجاني في اللايفات في الحلقات، ممكن أعمل موضوع حلقة كامل يجاوب على الأسئلة دي. كل الحاجات دي موجودة على الصفحة الرئيسية اللي دلوقتي تقريبا 5 مليون، حد بس يأكد لهم دلوقتي 5 مليون فولور ولا كام، والصفحة اللي بالعلامة الزرقاء دول بتوعي، ماليش علاقة بأي حاجة تاني، أي حد يتكلم وينشر حاجة باسمي ينشر حاجة، ماليش علاقة بالقصص دي خالص. I can't hear you ليه بس يا فلورا، ما انت سامعاني ليه، الصوت اخباره ايه، حد يطمنا الصوت، الناس بتقول الصوت كويس. طيب طب يا جماعة انا ليه بطلع لايف، كل ما اطلع لايف تكلموني عن الحياة الخاصة، انا لو عايزة اتكلم عن الحياة الخاصة هتكلم، بس انا ما بتكلمش على. طيب انا رحت
انا لا كنت اجازه يعني، خدت اجازه يومين. حاضر اقول لكم. ماشي، احنا بطلنا نكتب الدكتوره بتعتذر علشان الناس بتقعد تتكلم كتير قوي في القصه ديت، مش عايزين نقلق الناس. ما فيش، هو انا عينيا وجعتني وبعدين رحت كشفت، انتوا عارفين عندي السكر، ف بنحاول نظبطه، فما كنتش شايفه طبعا. بيبقى قدامي بتاع حوالي 11 كشاف تقريبا في الاستوديوهات، وعندي 4 ايام استوديوهات، فطبعا عينيا وجعتني جدا، وبقى الدموع تنزل تنزل تنزل. رحت كشفت، مش عايزين اقول لكم الدكاتره الاتراك، انت لو ما خدتيش اجازه عينيكي هتتعمى. قلت لهم هتتعمى يعني، يعني اتحفوني بكلام اقل من كده يعني. فبس طلبوا راحه من الاضواء ومن الكشافات، وطلبوا كمان ان انا البس نظاره. مش عايزه اقول لكم لبست لكم النظاره دلوقتي اللي احنا، نظاره وشكلي فيها تحفه جدا، منظر عجيب جدا. ادي حياه خاصه وعايزين يبصوا، بصوا الشكل العظيم بقى، الشكل العظيم بالنظاره. بقيت ستكم هاله، خالتكم هاله بقى. اهلا، بقيت ياشلي ياشلي خلاص. يعني طلب ان يبقى فيه نظاره للامر، عبد الله سبحانه وتعالى يختم لنا بالصالحات يا رب، اللهم امين. ما علينا، فانا عرفته ليه، انا خدت اجازه كنت تعبانه، وموضوع العينين ولازم راحه من اضاءه الكشافات قالت مؤذيه جدا، واعطوني قطرات وحاجات بقى وبتاع، معايا قطره لحد دلوقتي لان المفروض في قطرات باخدها كل 3 ساعات. ده جزء. طيب الناس اللي هتكتب الاسئله على اللايف هرد عليكم، واحنا عندنا مجموعه من الاسئله ان شاء الله عايزين تخشوا معايا. ما انا قلت لكم الدخول معايا هيبقى عن طريق هسال بتوع السوشيال ايه الاوبشن وعامل ازاي في اللايف، ادخل ناس معايا وتخشوا تتكلموا وتسالوا. هعمل الكلام ده، هشوف هعمله على اليوتيوب، هعمله هنا، هعمله على الانستا، هنعلن قبليها ان شاء الله. القريب الايفنتات القريبه ان في ان شاء الله اخر شهر 12 هيبقى في ايفنت كيفيه حل المشكلات مفتوح للرجال وللنساء للبنات والمتزوجات، هتبقى محاضره وهتبقى حاجه لطيفه وبسيطه وسهله، وهنحط ان شاء الله لينكات المشاركه وازاي تشتركوا معايا في حاجه زي كده، وهيبقى في اوبشن طبعا حضور شهاده ان انتوا حضرتوا مع هاله سمير وعليها طبعا الاختام والحاجات دي ان شاء الله. التفاصيل بتاعها تنزل قريب خلال يومين او 3. ده عايزه حضرتك تكميده، عايزه حضرتك تتكلمي عن التربيه الاسلاميه في البلاد الاوروبيه، ابشروا في كل الغربه، عندي سلسله كامله لحاجتين، كلام مع الشباب ان شاء الله برضو ان شاء الله، مخططات 2022 ادعو الله سبحانه وتعالى يجعلها سنه مباركه، اللهم امين. مع ان السنه عندنا بدات بالعربي بدات خلاص، لكن ان شاء الله في المستهدفات ان احنا خطاب للشباب في الغربه، في اكتر من 60 نصيحه باذن الله، ادعو الله سبحانه يكملهم ال100، لكن اللي جاهز منهم دلوقتي 60 نصيحه للشباب في الغربه وللشباب بصفة عامة، بحيث ان احنا المواجهات اللي بتقابلنا في الغربة، التغريب، الهوية، السمت، الحريم، البنات. طبعا احنا في شتاء والكل متغطي دلوقتي تمام زي ما انتم شايفين، بس انا عايزة اقول لكم ان الاغراءات رهيبة جدا جدا، والدنيا مش محتاجة ان يبقى معاك فلوس فتجيب بنت. احذروني والشباب اللي بره عارف اللي انا بقوله الكلام ده، دلوقتي الدنيا عادي من غير فلوس ومن غير اي حاجة، وتعالى وجللة جللة جللة ده لغة قضنا باين. فلا يعني ان شاء الله في نصايح للشباب، وانا يعني لو هدي نصيحة دلوقتي، يا ابني ويا بنتي انتوا على صغر، وده اختبار من الله سبحانه وتعالى لينا وليكم، اثبتوا، خليكم يوسف هذا الزمان، خليكم مريم هذا الزمان، ما تنجرفوش للمغريات والفتن. احنا في عصر الفتن، احنا لسه كنا بنتكلم دلوقتي مع بنتي بنقول لها دلوقتي يا اخي احنا في فتن اخر الزمان، وفي خلاص الدهيماء بقى احنا في اخر الزمان، فانت تعمل لما هو اخر الزمان. فنصيحتي للشباب في الغربه، استعصم بالله، انجح في اختبار ربنا ليك، اوعى تستجيب لحاجه حرام، تمحي تمحق كل الحلال وكل البركه، وانك تبقى بس يعني تبقى عند ربنا سبحانه وتعالى. انا يوسف هذا، انا اللي غاضب بس انا قلت لا، معاذ الله، انه ربي احسن مسواي، ده بألف بركه من 1100 حاجه ثانيه. والنقطه ديت نقطه مهمه جدا. نصيحتي للبنات، ما تصدقيش ولد دخل من الشباك، ما تصدقيش ولد دخل من الراوتر، عايزك وكذا يخش البيت. انا لسه هنفتن على حاجه كده، لسه كنا قاعدين في قاعده، والله الاسبوع ده كانوا 3 قعدات صراحه لكذا حد دخل من الباب دغري، يعني مستوى التنين بقى، جالي مكالمه ففصل، كلمي شفاء قولي لها ماما لايف، ده القطعات بقى.
فطبعا الحلال بيبقى عادي وملهوف وشغف، وهي كمان حلال حلال دخل من الباب وقعدنا وكلمه وشوفه، طب ايه، طب الاستخارة، طب الاستشارة، تمام. ام حفصة، انا من المغرب بتابعك كتير، بحبك من زمان، شكرا لك يا ام حفصة واحبك الله. فنصيحتي البنات حافظي على نفسك، واللي يجيلك من باب ولا شباك لا، خليك يا بنتي على الصح وعلى الخير، ما تطلعيش بره الكلام ده. اللي عايزك واللي فعلا حريص عليكي هيجيلك من الباب، وهيجيلك بالطرق الشرعيه، وتبقى جميله قوي، تبقى فرحه حلوه قوي قوي، حاجه زي كده. دوت جزء. عايزه اقول لكم على عتاب جالي، وبما اننا بندردش لحد ما تطلعوا الاسئله. طيب ماشي، الاميره ماجي بتقول عايزك بالمحافظه على الصلاه، هتكلم على موضوع الصلاه حاضر، خليني اقول لكم بس اللي كده. اعمال الزوج في التربيه، حاضر، يبقى الصلاه واعمال الزوج في التربيه، خلينا ناخد السؤالين دول ونجاوب عليهم، وبعد كده نكمل اللايف. في حته بس جزء اتعاتبت عليها، موضوع توبه العبد. يعني بتقولي انا متقدم لي واحد وكان معروف عليه امر معين من معاصي مثلا، وبعدين تاب الى الله وربنا هداه وجيت تقدم لي وكذا كذا كذا، اكمل ولا ما اكملش؟ الامر ده انا كهاله خلاف بقيه الناس، انا كهاله انا اميل تماما، انا اميل تماما تماما لجزئيه ان نقبل توبه العباد، تمام كده يا يمنى؟ تعالي بس عشان الاولاد بيجوا فبيعملوا قلق على الناس. الدنيا هيصة النهاردة وأجازة وبتاع، عادة الكافيه ما بيبقاش زحمة كده عشان صباح أجازة بقى. أنا كهالة أنا بميل إن إحنا إن أنا أقبل توبة الناس وإن أنا أصدق توبتك أول مرة، يعني وبناخد العهد والله جربنا نفع وبقى حاجة كويسة خير وبركة، ما نفعش وبقاش حاجة كويسة برضو خير، إحنا مش خسرانين حاجة، لكن إن إحنا نرفض يعني ارفض حد علشان امر كان في الماضي، كان في الماضي وهو دلوقتي حاليا يعني قريب الى الله تائب ونقطع عليه الامر ده، انا مش مع القصه دي، انا مع الناس اللي من قاعد ما يتوبوا ما يتوبوا بس تصدق توبتهم، وبيبان، اقسم يمين بالله بيبان، بيبان هو مواظب، بيخادع، بيعمل كل الكلام ده، بيبان في البدايه، وتقدري تاخدي قرار وتستخيري وتستشيري وتاخدي قرار في حاجه زي كده، وده شيء طيب ومعروف، ماشي. ده النقطه اللي اتعاتبت عليها، براحتكم، اللي عايز ياخد بدايه هو حر، اللي عايز يسال مش مرتاح، وبعدين بتبقى اصلها كيمياء الصراحه، ساعه قلبي بيرتاح وساعه قلبي ما بيرتاحش، يعني احنا هنضغط على الناس ولا حد بيجبر حد على حاجه، ولا حد يقدر يعني يفرض على حد حاجه هو مش عايزها. النقطه دي مهمه وخلوا بالكم منها كويس. خليني اجاوب على موضوع اقنع حد بالصلاه. اقنع حد بالصلاه اكون انا بصلي وشوفني انا نموذج، اقنع حد بالصلاه ابتدي احببه ان بيننا وبينهم الصلاه، وعشان انا مسلم ما يبقى الصلاه، ومش الصلاه الله نقرض ديك، لا، الصلاه صلاه بخشوعها، بالصلاه على وقتها، بالمحافظه عليها، بالروح اللي انا اخدها من الصلاه. اسمعوا فيديوهاتنا، عندنا بتاع 10 فيديوهات عن الصلاه، ارجعوا على اليوتيوب واسمعوا الفيديوهات دي، فيديوهات حلوه وجميله يعني. فانا شايفه ان اول اقناع بالصلاه هو ان انا ذات نفسي اكون بقيم الصلاه، وان هو اللي قدامي يبقى شايف حاجه زي كده، تمام. طيب السؤال الثاني اللي قلتوه، دور الاب في تربيه الاولاد، طبعا مشارك، يعني مشارك بس ما يكونش عنصر هدام في التربيه، يعني يكون عنصر ايجابي في التربيه، ما يكونش عنصر هدام، عنصر ايجابي في التربيه، يعني انا بعرف يعني ايه تربيه. كنت مره قرات مقاله، لسه قراها الاسبوع اللي فات، على موضوع المربيين السامين، المربي يكون سام، الاب والام يكونوا سامين في الحياه، هم فعلا مش عارفين فبيضروا اكتر ما يفيدوا الاولاد، وكمان هم اللي محتاجين جلسات نفسيه للمعالجه وتعديل سلوك، مش الابناء، هم اللي بيبقوا محتاجين جلسات تعديل سلوك. الامر ده ليه؟ لانه ما هم مش فاهمين، عمالين عارفين كده، عمالين يخبطوا في الحلل، عندنا بالمصري بيقولوا كده، ومش وهم ذات نفسهم تاثيرهم سلبي على الاولاد، ودي العلاقات السامه الحقيقيه اللي احنا نخاف منها، تربيه الاولاد ومع حد ما هوش فاهم. فالاصل ان انا افهم اسس التربيه، وانا عندي رقم واحد التربيه الايمانيه، هو انا لو انا فاهم دين وفاهم النبي عليه الصلاه والسلام وفاهم ما وراء احاديث النبي عليه الصلاه والسلام، لما يكلم انس الطفل الغلام اللي بعته عشان يقضي حاجه ولقاه بيلعب مع الاولاد وماشي في الاولاد، وبعدين يكلم انس وبعدين يقول له يا انيس اقضيت، ما عتبش ولا قال اي حاجه،
بل بالعكس ده دلعه باسمه، وافهم ما وراء التربيه من السلوك ده، انا استفيد منه ايه؟ انا راجع النبي عليه الصلاه والسلام في حاجه زي كده، وراجع موقف قصدي النبي عليه الصلاه والسلام واخده في حياتي، ما دي التربيه. لما اخد موقف النبي عليه الصلاه والسلام في الرحمه والرأفه في العدل ما بين الاولاد، ما دي تربيه. لما اكلم النبي، لما النبي عليه الصلاه والسلام يعمل يرسخ اول مفهوم، مفهوم الله عز وجل هو الواحد وافعال الله واحكام الله واسماء الله، فيا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. او رقم واحد عقيده، مين الله؟ هو الحافظ، اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى، معرفه بالله واسمائه وصفاته. فالامور دي كلها محتاجه مننا ان احنا نفهم. فطول ما احنا بعيد عن الدين اقسم يمين بالله ما حد يقنعني ان شاء الله لو خدت 200 دوره التربيه، لو خدت ما اعرفش ايه وخدت مين وكذا وكذا، وما انتش فاهم في دينك وما انتش فاهم في عقيدتك ما هتعرف تربي صح. النقطه دي نقطه مهمه جدا جدا ونخلي بالنا منها. طيب عايزه اقول حاجه كمان عايزه اقول حاجه كمان في موضوع، لان عايزه اقول لكم هنا في عرب، فيعني ايه رايح واللي جاي بيسلم هيصه جميله يعني. موضوع في تربيه البنات، احنا عندنا بتاع حوالي 1-3-4 حلقات او 3 حلقات خاصه بتربيه البنات، تربيه البنات مع الام، تربيه البنات في مرحله المراهقه، تربيه البنات من 3-6 ومن 6-9، فيديوهات تحفه جدا، وانا حاطه فيها بتاع كل نقطه، فيها كل محاضره فيها بتاع 6-7 نقاط نرجع ليها. طيب مصطفى اشرف، شكرا كتير يا دكتوره. انت ليه مش منتقبه؟ عبد الله يعني قاعد عايب بقى. أدعو الله سبحانه وتعالى يمن علينا بالستر في الدنيا والآخرة، أدعو الله سبحانه وتعالى يجعلنا من أهل الستر. و الله المستعان، السؤال ده بيدكيني وأنا في حل إن أنا أجاوب عليه، لكن يدعو لنا كتير. وبعدين انا عجوزه بقى خلاص، قعد لي 50 سنه وفضل كام سنه هي ال 50 سنه دي مش راضيه تيجي لي، فاضل 3 سنين عليها ولا ايه؟ الله سبحانه وتعالى يجملنا بجمال الستر ايا كان، وايا كان العمر انا مع الستر بكل ما هو اعلى 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 اعلى. الله سبحانه وتعالى يمن علينا وعليكم بالخير يا رب، اللهم امين. الف سلامه عليكي، شكرا ليكي يا ايمان. لبست نظاره، لبست نظاره، ده بقى من علامات اليشلي اكتر يعني، عشان بس تعرفوا. كل ما اقول كده بنات يقولوا لا يا ماما ما تقوليش كده، لا يا ماما مش عارفه ايه. اهلا وسهلا بيكم، شكرا ليكم. نور ناصر، لو سمحتي سلفتي كنت لو سمحتي سلفتي كنت مش مجرد سلفه، كانت اختي. يا حبيبتي الله، ايه الجمال ده؟ حد بيقول حد كويس هنا؟ خليني اقرا السؤال. اختي مش عارفه اقرا من ينكو صواب السلف، وانا بقالي سنه وشويه ما بكلمهاش، وجوزي حكم على ما اكلمها، وربنا ظهر الحق وعلاقتها مع العائله مش حلوه، وانا نفسي مرتاحه اني ما بكلمهاش. يعني انت كنتوا حلوين مع بعض وبعدين ما بقيتوش حلوين، تسالي حرام ان انا اكلمها ولا ما اكلمهاش؟ والله بصي يا بنت الحلال، لو العلاقه لو التعامل هيجيب مشاكل احيد العلاقه. السلام عليكم، وعليكم السلام، كذا كذا، بتاخد وبتنقل كلام، بتفسر كلامي بطريقه مش كويسه، بتعمل كذا، احيد العلاقه. ليه؟ انا انت في غنى عن الكلام، انت في غنى عن الحاجات دي. سلام عليكم، حرام ولا مش حرام؟ طالما انت لا بتاذي ولا بتنقلي كلام ولا بتكذبي ولا بتخدعي ولا بتخوني ولا خاينه مجالس تنقلي، خلاص. وطالما اللي قدامك انت عرفتي ان هو نقال او بيعمل مشاكل او كذا، ابعدي وخليكي حيده العلاقه واسمعي كلام زوجك في حاجه زي كده وبس. يعني العلاقات لما تبقى من بعيد لبعيد سلام عليكم، طول ما احنا بعيد زي الفل. سلام عليكم، وعليكم السلام، حلو جدا. نجلاء، انا عايزه طريقه حلوه علشان الله حفظ القران والمذاكره، في لينك جميل دلوقتي هيخلص فجر النهارده، الاستهداء بالقران، هحاول احطه لكم في البث ده او هنزله على الصفحه كمان شويه، لينك على التليجرام، بتخشوا تملي فورم جوجل وتحفظوا القران في 3 سنين مع التفسير، جميل جدا جدا، وانا نصحت بناتي بيه ونصحت مجموعه هنا كمان بيه. اي حاجه في اكاديميه الوحيين، اكاديميه زاد، اي حد في قران يكون عنده المخارج صحيحه وفي جزء بسيط من التفسير، عشان ما شاء الله علينا في اللغه، اللهم بارك، فاهمين قوي ما شاء الله، ما احناش فاهمين اي حاجه باللغه العربيه، مع ان انا زوجي مدرس لغه عربيه، فلما يبقى معانا بقى مش عايزه اقول لكم كل شويه كلمه ونحو وهيصه جميله كده، وابنه عايشين في اللغه، لكن اللي هقول احط لكم الامر ده وتوكلوا على الله.
الزهراء جد دعوة حلوة من حضرتك، ربنا يكرمك يا زهراء ويرزقك خيري الدنيا والآخرة اللهم آمين. أنا قلت البث ده بتاعكم النهاردة، فاللي هتقولوا لي عليه واللي عيني هتيجي عليه في التعليق هقرأه، أنتوا حظكم بقى ادعوا عيني تيجي على التعليقات. فيدا بتقول السلام عليكم من الجزائر، حبايبنا ناسنا وأهالينا وأخواتنا اللي في الجزائر اللهم بارك، والمغرب لنا فانز كتير جدا هناك، وعاملين جروب أصلا خاص بالمغرب والجزائر. أدعو الله سبحانه وتعالى يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته في الدنيا وفي الآخرة اللهم آمين. يا ريت لايف بدري شوية علشان بنتي عايزة أتكلم، هاتي أكلمها يا نون، يا خلاص عليك يا ملك روحي ده، هاتيني أكلمها. قال لنا إن شاء الله بإذن الله أوعدكم الفترة الجاية أتعلم بس أعرف إزاي أضيف الناس، وهاتولي أولادكم. بصوا أنا تيتا هالة، هاتوا الأولاد أنا أربيه لكم، ولا نتحط في مكان كده مزرعة وكلها خضرة وبتاع، نجيب العيال قاعد بقى نحفظهم قرآن ونحفظ، نتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام. حلو حلو الحياة دي، ادوني الدنيا دي. أدعو الله سبحانه وتعالى لكم بالخير ويشوفكم أولادكم في أفضل حال اللهم آمين. رودينا بتقول بنتي عمرها 6 سنين، دمعها ناشف جدا ومش عارفة أعمل معاه، يعني إيه دماغها 6 سنين ودماغها ناشفه، ممكن استخدم زي ما قلت لكم قبل كده العند في القرارات السليمه او القرارات اللي ان هي تتمسك برايها، يبقى عندها عزيمه في الامر، بس ما يتحولش العناد لتمرد. ماشي، لا انا عنيده في الحق، انا معايا فكره وعندي عزيمه عليها وعندي اراده عليها، وبعدين الاراده تحولت لهمه والجوارح نفذتها. حلو حلو ان هي كده، بس بالاقناع، علميها ازاي تتحاور بالاقناع، علميها ازاي تتناقش بالكلام، علمي دماغها تفكر وتاخد، وهي تاخد سواء القرار بده او ده وتتحمل نتيجته. حلو جدا على فكره، انا بفرح بالبنات اللي بيبقوا بفرح بالبنات اللي بيبقوا ده، الاولاد بيبقوا حلوين جدا بس فهموهم صح. خديجه من المؤمنين، عدل سلوك اولادي في مرحله المراهقه وخليهم اكثر التزام بالدعاء. مرحله المراهقه ده مرحله متاخره قوي، بس بالدعاء، واديهم اكثر من اوبشن وما تديهمش اوامر، واديهم اكثر من اختيار، الاختيار اللي هم اللي يقوموا بيه، وما تحسسهمش ماما قالت هو كذا اصل دي ما ينفعش كده، اديهم 3 4 اختيارات في اللي انتوا في المتاح ليكم، وخليكم ناصحين وما تعملوش فوكس عليهم هم شايفين، لكن ممكن اعمل اخلي بالي وعيني عليهم بس من بعيد لبعيد عشان ما يحسوش ان هم تحت الميكروسكوب، لان هم اصلا حاطين دماغهم ده كذا، والمجتمع والدنيا والشكل والخروج والقرارات والدنيا منتظره مني كذا، وهم اصلا بيبقوا في قلق نفسي يعني. بس طيب مين من السودان؟ روضه، انا من السودان بحبك جدا، دعواتك ليه بالزوج الصالح، اللهم زوج بنات السودان والجزائر ومصر والوطن العربي وكل بنات المسلمين الزوج التقي النقي الصالح القراني الرباني الرومانسي. الرومانسي الغني ذو العربيه، ايه المشكله؟ واحده تقول لك طب ما تزود لما نزود الرومانسي ما تزودوه، والله مفيش مشاكل. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب لنا ولكم بالخير اللهم امين. اقفل القصه على كده ولا ايه الموضوع؟ طيب ادعيلنا ادعيلنا ادعيلنا. طب تعالوا اقول لكم حاجه على الدعاء، تعالوا نختم بالدعاء لكل اللي بيشاهدنا دلوقتي، الناس ال 2000 اللي على اللايف دولت، وندعي مع بعض ونامن على الدعاء وادعو الله سبحانه، ونختم على كده تمام كده. يا رب يا ام نديم ابو هواش اكتب لك صلاه في المسجد الاقصى احنا واياك اللهم امين. خلينا يلا ندعي ونامن مع بعض. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد اذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، اللهم لك الحمد ابدا ابدا. لك الحمد على نعمه الاسلام، لك الحمد على نعمه القران، ولك الحمد على كل نعمه انعمت بها علينا يا ربنا اديناها وشكرنا عليها أم عجزنا، وعنا يا ربنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد كلما ذكرك الذاكرون، صل على محمد كلما غفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل على محمد صلاة تبلغنا بها رضاك يا رب العالمين، بلغه منا السلام، واجعلنا لسنة سيدنا محمد من المتبعين ومن المحيين، ولا تجعلنا يا مولانا من المبتدعين، وأوردنا حوض وسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا حتى ندخل الجنة بسلام يا كريم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا اللهم فيمن توليت. اللهم نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ورضوان، ورب راض عنا غير غضبان. اللهم ارض علينا رضا لا تسقط علينا بعده أبدا. اللهم نسألك يا ربنا زوج بنات المسلمات بالزوج التقي الصالح، وزوج شباب المسلمين بالزوجة التقية الصالحة. اللهم اصلح حال المتزوجين، اللهم اجعل بيوتهم يا رب بيوت منيرة بالقرآن وبرضاك وبطاعتك وبتعليمك وبأوامرك يا رب العالمين. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، لك أنت الأعز الأكرم. اصلح لنا أولادنا واجعلهم قرة عين لنا، واجعلنا من مقيم الصلاة احنا وأولادنا اللهم أمين.
اللهم امين، اللهم امين. اختم لنا بالشهاده، اختم لنا بالصالحات، ارضى عنا رضا لا تسخط علينا بعده ابدا، اللهم امين امين امين. صلي اللهم على سيدنا محمد، واخر دعوان الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والقاكم قريبا باذن الله.